يمكن إلغاء اهتزازات الفيديو وعمل استكرار له بنفس طريقة تتبع نقطة، لكن مع اختلاف الهدف والنتيجة. نفتح قائمة التحريك أنيميشن ونختار تتبع الحركة تراك موشن. وفي قائمة أنواع التتبع 5 أنواع. النوع الأول تتبع الاستقرار Stabilize، ويقوم بتتبع اهتزازات الفيديو ومن ثم إلغاء هذا الاهتزاز. النوع الثاني تتبع الحركة Transform، ويتيح تتبع موضع الحركة لجزء من الفيديو بالإضافة للتدوير والتحجيم، ويتم باستخدام نقطة تتبع أو نقطتين. النوع الثالث دبوس الركن الموازي Parallel Corner Bin، ويقوم بتتبع الانحراف والتدوير لكن ليس كمنظور، ويستخدم 3 نقاط للتتبع، ويقوم بحساب موضع النقطة الرابعة. النوع الرابع دبوس ركن المنظور Perspective Corner Bin، ويقوم بتتبع الانحراف والتدوير كمنظور، وينشئ 4 نقاط ويرصد تغييرات كل نقطة. النوع الخامس التتبع الخام Raw، ويقوم بتتبع الموضع فقط. نختار استقرار الفيديو فتظهر نقطة التتبع، نضع هذه النقطة في الموضع المطلوب تتبعه وننقر على زر التحليل فترصد النقطة موضع الاهتزاز في الفيديو. ويظهر مسار التتبع، ننقر على زر التطبيق Apply ونختار المحورين ونشغل بلاي، فنلاحظ استقرار الفيديو مع استقرار موضع التتبع، حيث يتم تحريك الإطار في عكس مواضع الاهتزاز فينتج الاستقرار. ونلاحظ أن هذه العملية أدت لظهور مناطق سوداء في خارج الإطار، وهذه يمكن معالجتها بإجراء تكبير للإطار فيظهر الفيديو بهذه النتيجة.